بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فمن أصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ومعنا نعيش في رحاب القرآن الكريم، نعيش مع معجزة البشرية كلها، فهو نورها الهادي وروحها الساري وميزانها القسط. نعيش مع معجزة نزلت على نبي لم يتعلم في جامعة ولم يجلس أمام معلم، ولكن علمه واحد لا شريك له هو الله. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطارود مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. ندعو الله له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Thank you.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لا نفرق بين أحد من رسل لا نفرق بين أحد لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها
ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا واغفر لنا وارحمنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف إن الله
لا وابتغاء الفتنة
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كل من عند ربنا وما ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا
الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهكذا يا الإخوة المؤمنون عشنا وسمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروق. ونقلها لكم عن الهندسة الكهربائية والإذاعات الخارجية وكبرى مخازن الفراشة الذهبية إدارة محمد عبد الحميد المقيم بمن بشار. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون.